حياكم الله مشاهدينا الكرام مرة أخرى وصباح الخير والعافية عليكم. طبعا وصلنا معكم إلى فقرة هلا بالضيف. اليوم راح أتحدث بموضوع جدا مهم. اليوم راح أتحدث عن موضوع مسرح الطفل. يمكن مسرح الطفل شاهدناه بالفترة الأخيرة يا هبة، يعني أكو غياب جدا كبير. يمكن بالفترات السابقة كان مسرح الدمع حاضر، لكن اليوم مسرح الدمع لم نشاهده. يمكن نشاهده فقط على مشاريع ممكن تكون أو بسيطة أو تكون مثلا شخصية لدى الأشخاص. ماكو دعم حكومة وماكو دعم مؤسساتي لهذا المسرح، ودائما اليوم نشوفه الطفولة بدأت تأخذ كثير من المنحنيات، من ضمنها أنه له بمواقع التواصل الاجتماعي، وحتى أصبح أنه التيك توك وسلبياته وآثاره على الطفل. اللي تعرفون اليوم هو يمكن أصبح أكثر منصة يمكن يصدر من خلالها للأطفال. طبعا اليوم راح اتحدث على هذا الموضوع، موضوع مسرح الطفل. على الرغم من البدايات المتعثره في العراق في ضروره التوجه الى الطفل منذ بدايه السبعينيات، الا انه برع الكثير من الفنانين المخلصين لرساله المسرح والسينما وحاولوا الاسهام بشكل واخر في دفع حركه مسرح وسينما الطفل الى الامام يا هبه. نعم يا عيسى، وللاسف الشديد لم يكن هنالك برنامج او تخطيط لما يقدم، ذلك لغياب فريق عمل متخصص في هذا الاتجاه وابتعاد الغالبيه عن الفهم الدقيق لسيكولوجيه الطفل، ناهيك عن عدم اهتمام الدوله الجدي بابعاد واهداف رساله مسرح وسينما الطفل. موضوعنا لهذا اليوم ومحور حلقتنا راح يكون سينما ومسرح الطفل في العراق بين التعثر والضعف. بالتاكيد سوف نناقش هذا الموضوع مع المخرج إشهاب أحمد، اختصاص وإخراج سينما ومسرح طفل. يسعد صباحك ويا صباح الخير ويا صباح العافية. بداية صباح الخير لكم، صباح الخير لكل متابعيكم، صباح الخير لأطفال العراق من زاخو إلى الفاو. بداية مسرح الطفل يعاني الكثير من الإهمال، يعاني الكثير من عدم الاهتمام بهذا القطاع الخاص، بالإضافة إلى سينما الطفل كذلك هي الأخرى التي تعاني من هذا الإهمال. الإهمال يأتي ليس بالحديث وإنما من زمن بعيد بدأ هذا القطاع بالإهمال وعدم الاهتمام. يعني إحنا إذا نرجع إلى تاريخ السينما الطفل في العراق، إحنا عندنا فيلم واحد اللي هو الأميرة والنهر. إذا نرجع إلى تاريخ مسرح الطفل، مسرح الطفل بلش عندنا بالأربعينات أو الخمسينات بالعراق، لكن كل محاولات مسرح الطفل هي كانت محاولات تجريبية وليس محاولات احترافية، وظل هذا المسرح لحد هذه اللحظة هو محاولات تجريبية مو محاولات احترافية. يعني لحد الآن احنا ما عندنا دار عرض مخصصة لمسرح الطفل، ما عندنا دار عرض سينمائية مخصصة للأطفال، ما عندنا، فقط عندنا في وزارة الثقافة اللي هي دار ثقافة الأطفال اللي هي تكون الراعي الرسمي الحكومي لهذا القطاع، لهذا الجانب. هي مهتمة سينمائيا ومهتمة مسرحيا، عندها الكثير من الأعمال اللي تقدمها، كثير من المسرحيات اللي قدمت. مع هذا هذه الدائرة تعاني من قلة التخصيصات، قلة مو الاهتمام الحكومي وانما هو التخصيصات الماليه، بالتالي اذا ما عندك فلوس ما عندك مال ما ممكن تنتج، ما ممكن تقدم طبعاً. اضافه لانه قله موظفي الدار الفنانين جي. يعني هذا جانب كلش مهم. تعرف العاملين في مجال مسرح الطفل او سينما الطفل هم يعني نوعيه تكون مميزه، مو اي ممثل ممكن يقدم صح. لان انت ممكن تقدم مسرح للكبار وهاي مهمة صعبة، لكن المهمة أصعب من تقدم مسرح فعلا. للطفل أنت كيف رسالتكم أنت كيف توصل رسالتك للطفل؟ شنو اللي تريد تقدم؟ أنت بأي طريقة تخاطبة؟ بالضبط. أنت تريد توجه الطفل، تريد تثقف الطفل، تريد توعيه، أنت تريد تقدم له محتوى بس مجرد هزلي وضحك وكوميدي؟ لا، مسرح الطفل مو هذا رسالته. مسرح الطفل رسالته الأساسية أنه أنت كيف توعي الطفل على ظواهر حياتية هو يعاني من عدها. هو مثلا الصاحبة، التعنيف الأسري، استخدام الأجهزة الإلكترونية صح، عدم اهتمام بالدراسة، كثير من الجوانب السلبية جيد اللي تحيط بالطفل. أستاذ شهاب، يعني أنا بدي أتحدث علي بموضوع، يمكن أنا نواس في بداية الحلقة قلت أنه مسرح الدمى، يمكن مسرح الدمى هو اللي كان هو الحاضر
هو اللي كان موجود بموضوع الطفوله. يعني تعرف اليوم الطفوله، انا يعني لما اتحدث مثلا عن جيلي وطفولتي كانت اتذكر يعني اكو عالم سمسم مثلا على سبيل المثال، انا ما اعتبره جزء من جزء المسرح لكونه كان ينقل على شاشات التلفاز وكنا كليتنا نحضره. لكن اليوم يعني الطفوله اصبحت مغيبه بعد 2003. شنو اسباب تغيب الطفوله بعد 2003 وشنو اثارها مستقبلا؟ يعني احنا ما نقدر نقول طفوله مغيبه، لان اذا انت تقول الطفوله مغيبه يعني انت محيت اجيال وليس جيل. يعني اذا تحسب انت كل سنه عندنا جيل جاي يظهر، يعني في الماضي كانوا يحسبون كل 10 سنوات جيل يظهر، لا اليوم احنا عندنا كل سنه جاي يطلع لنا جيل، بالتالي اذا نقول ماكو طفوله يعني محينا اجيال. بس احنا نقدر نقول ماكو اهتمام بالطفل، ماكو اهتمام بالطفوله، ماكو رعايه، ماكو انه اكو دور حكومي بحيث حتى ميزانية الدولة انه مثل ما اكو ما بيها تخصصات يعني انت من ميزانية الدولة من تخصص مجموعة من المردودات المالية الى قطاعات مختلفة، كل الوزارات اكو تخصيص مالي بالضبط. انت تيجي الى قطاع الطفولة، هذا القطاع المفروض انت تخلي له يعني اذا ما اريد نقول مهمل هو اصلا يعني فد 10% من ميزانية لهذا القطاع، لان انت اذا ما انتجت طفل واعي وطفل مدرك وطفل يكون عنده ثقافة وعنده اهتمام بالأشياءات اللي هو يحس كطفولته، أنت ما راح تطلع جيل. صحيح. أما ليش قلت غياب؟ أكو غياب للطفولة، لأن الطفولة أصبحت اليوم تتجه صوب مواقع التواصل الاجتماعي، صوب التكنولوجيا. يمكن على الفترة السابقة ما كانت أكو مثلاً مواقع التواصل الاجتماعي، فالطفل هنا يضطر مثلاً يتابع المسرح. الطفل هنا يضطر يتابع البرامج التثقيفية أو البرامج الثقافية اللي تبث على شاشات التلفاز. فهنا اكو اختلاف راح يصير بين جيل وجيل اخر. صحيح احنا نقول يوم بعد يوم يجي جيل وجيل يختلف عن جيل الاخر، لكن هنا ما تحس مرات تشوف طفل عمره 4 سنوات تقول له والله انت مو طفل، يعني سابق عمره على سبيل المثال. يعني هنا اكو اختلافات. انا شنو اللي اقصد انه اكو غياب للطفوله، وهاي هذا الغياب لازم اكو اسباب له. مو انت استاذ تعيش في عصر العولمه، تعيش في عصر التكنولوجيا الحديثه اللي صارت عند الطفل بالعمر سنه يكمش موبايل ويكمش الايباد. احسنت، وهذا اللي اوصل له. فانت هاي هذا مرض العصر، يعني هذا أحسنت. هذا مرض كلش خطر على الاطفال. احسنت. بالتالي انت لو تشوف الان مجموعه من الاطفال هم حياتهم صارت بالتليفون، حتى بالشارع اللي كان جيد. يعني اكثر عنها. الاطفال يطلعون بالشارع ويختلطون ويتعلمون ثقافات وثقافه البيئه اللي هم يعيشوها. يتعلمون حتى المفردات اللغه البغداديه او مفردات اللغه بقيه المحافظات، بقى هذا متقوقع في داخل هذا التليفون، يعني حابس روحه بهذا التليفون. وهذا هذا هذا كلش خطر على الطفوله. يعني لازم العوائل تنتبه، يعني رب الاسره ام الاسره لازم تنتبه لهذه القضيه، انه ابنك يعني ما مفروض اعطيه تليفون بساعات او لا اصلا ابعد التليفون عنه نهائيا. خلينا نتحدث ايضا عن جانب اخر ومهم اليوم اللي هو استاذ شهاب. شنو سر اختصاصك واختيارك ضمن مجال الاختصاص في مسرح الطفل؟ ليش اختاريت هذا الاختصاص في حين انت من خلال حديثك واحنا بعدنا بالبدايه تتحدث عن وجود كثير من المشاكل في هذا الاختصاص وكثير من المتاعب؟ ونعرف احنا قبل ما حتجاوبني شغفك ممكن هو دافعك اوكي، لكن سؤالي بمحور اخر، هذا الشغف اذا ما كان اكو معطيات ما راح تقدر تنتج عمل. بالتاكيد طبعا، هو اول شيء حب لهذا الاختصاص اكيد اكو شغف ما انا قلت لك اي يعني، وبعدين يعني هو صار مثل ما يقولون واقع حال انه انا في موظف في دار ثقافه الاطفال. نعم. اللي هي دار الرسميه والحكوميه المعنيه بالطفوله. وحبيت هذا المجال انه اكون خلاص يعني اواجه هذا التخصص واشتغل به. هذا الشق الاول. الشق الثاني، شلون انت تقدر تتعامل مع يعني مع الضعف بالدعم والمعطيات حتى تنتج هذه الاعمال؟ احنا لا ننتظر الدعم وننتظر الفلوس وننتظر هاي ما راح نقدر نشتغل. والله هي احنا شوف احنا قاعدين اي احنا بالدائره يعني رجل المدير العام دكتور نوفل برغيف ما مقصر، تحياتنا إلا ما مقصر بالموضوع، لكن هو أصلا ما عنده مردود مالي وما عنده مخصصات مالية، بالتالي ما يقدر يدعم هذا الموضوع يدعم بالطريقة المناسبة. هو كل الدعم اللي جاي يقدمه الآن هو دعم معنوي، دعم لوجستي،
بالإضافة أنا صعب أن تصير عندنا فلوس ما راح يعني قدر المستطاع ده يقوم بواجب اللي عليه. هو التقصير أصلا تقصير يعني حكومي أنه ماكو مخصصات. يعني إذا أريد نحسب إحنا مخصصات الوزارة الثقافة هي أقل مخصصات موجودة بالوزارات كلها، بالتالي إحنا دار الثقافة الأطفال هي أقل مخصصات. ما طالبتوا بكتب رسمية الجهات المعنية أنه تزيد من هذه المخصصات المالية؟ كل وزارة لها مخصصات. يعني إحنا في عصر فترة التقشف مثل ما يقولون إحنا كان عندنا بالاحتفاليات كان عندنا احتفاليات مخصصة إن 96 مليون بالتقشف سوونها 960 ألف. نعم هاي تخصص؟ هذا التقشف يعني كان مقصود إنه نسوي احتفاليات مسرحيات ومهرجانات تخص الطفل عزيمة بالبيت إذا أريد نسويها. 96 مليون كان بالسنة مخصصة لكم، خصصونا في فترة التقشف أشجد. صارت 960 ألف دينار. 960 ألف هاي شنو جور القاعة جور الموجودين؟ يعني احنا عندنا قاعة وعندنا مسرح مهيئ لهذا الموضوع. لكن التخصص شهري لو سنوي كان؟ سنوي هذا لازم أصلا تتقشفون. وبالتالي احنا ننتج. يعني أنا هسه المسرحية اللي أنتوا قبل شوي كنتوا عرضيها أنا هاي منتجها على حسابي، أنا هاي مكلفتني مليون هاي بالضبط ظاهرة بالشاشة، أنا هاي منتجها على حسابي، أنا مكلفتني هاي مليون دينار من غير إنه أنا جايب ممثلين من خارج هاي. وأنت بمجال اختصاصك تعرف شلون تتعامل بالضبط مع بالضبط الأمور بالضبط اليوم بحكمة وتدبير. والله ثاني دايخ بالموضوع. يعني وهاي كلهم الممثلين هم مجانا ما أخذوا فلوس. وانتجنا يعني العمل وظهر بالشكل زين. جيد هسه إنه هذه كلها اعتمادات شخصية. زين هاي الاعتمادات الشخصيه همات يعني هم المرات الواحد هم يقول لك اني اصرف 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 وبعدين هناك ما لقى فد حل لهذا الموضوع. انتم ما معقوله ما وصلتوا فد النقطه ما قابلتوا رئيس وزراء انه تحلون هذه المشكله انه تبلغوا بهاي المشاكل؟ يعني ما معقوله ما يعني هاي الحكومه كلها ما تنظر للطفوله؟ يعني هسه احنا من خلالكم من خلال منبركم نوجه رساله الى دوله رئيس الوزراء ونقول له يا دولة رئيس الوزراء قطاع الطفولة يعاني الكثير، نرجو من حضرتك الاهتمام بشكل يعني كبير وملفت لهذا القطاع. ثقافة الطفل معناتها ثقافة أجيال. يعني إذا أنت إحنا المدرسة تعلم وتربي، لكن من خلال الثقافة أنت توعي وتخلي الطفل ينتبه إلى هواية قضايا صح. الأسرة هي ما مهتمة حتى حقوق الطفل يأخذها من خلال الثقافة. يعني التعنيف الأسري ما يجي من خلال المدرسة ولا لا، بالمدرسة هم أكو تعنيف ده يصير صح. بالتالي من يجي يحضر إلى البيئة الرئيسية لها البيئة اللي هي تنقل. مو كل ترى أنت يعني البيئات مو كلها متشابهة طبعاً. كل بيئة مختلفة. بالتالي إحنا بدنا نشوف اليوم من تعنيف أسري يعني كوارث هذول مو مثلا طبعا أثرت جدا نقطة مهمة وفعلا وأني أيدك بها. اليوم البيئات مختلفة والتعنيف اللي دي يشوفوه داخل الأسر دي يعكسوه على زملائهم بالواقع طبعاً. وشفنا أكو حادثة وقعت بالبصرة الأسبوع اللي مضى طفل تعنف من قبل زملائه وفقد حياته صحيح. هاي حقيقة وحدثت كثير من الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي بكل مكان تداولوها. هي مواقع التواصل الاجتماعي حتى هذه الفيديوهات العنف وأفلام كلها دساهم بانتشار العنف. بس بالسابق هاي ما يعني احنا كان عندنا جراندايزر نشوفه وجراندايزر أعنف شي وبعض الأهل ما يقبلون يعني ايه. صح. بالتالي اليوم من تشوف انت مثلا افلام هاي الاكشن وافلام الحروب وافلام القتل وافلام شو اسمه، المفروض انت يا اسره ما تخلي اطفالك يباعون هذا المحتوى لانه راح يتاثرون بك. زين هنا هو شلون يقدر مثلا في هاي الحاله شلون يقدر يمنع اطفاله من انه متابعه مثلا على سبيل المثال الاشياء اللي بيها مثلا قتال؟ ابسط مثال مثلا الببجي عندك على سبيل المثال. مثلا الببجي انت من تاخذ من التليفون من عنده يحير شي يسوي، ما هو حيكون يحير شي يسوي. يعني انه انت راح تسد له مشكله راح تنفتح لك الف مشكله. فهنا يمكن يعني يجي دور المسرح. هاي مشاكل مترابطه يعني تحكي هاي مشاكل مترابطه واني يعني مشاكل عقيمه. يعني انا ما اتوقع انه هي ممكن انه بالساهل تتغير بهالسهوله وتتغير بسرعه. يمكن ايدني استاذ شهاب اليوم اذا اكو مسرح طفل حقيقي
يليق بأنه يتقدم باسم كمسرح، لأنه المسرح إلى اسمه وعرقته. اليوم حتى المفروض المدارس تسوي الرحلات إلها لمسرح الطفل. اليوم إحنا نشوف المدارس يودوهم على مول، المدرسة يوديهم على مكان حديقة عامة فعلا، لأنه اليوم مسرح الطفل يعني مع الأسف لهذه المفردة ضعيف نوعا ما. فإحنا أيضا نقدم مناشدة مثل ما تفضلت المعالي سيد مصطفى الكاظمي، كون هو مهتم بكل شرائح المجتمع مثل ما نشوف نشاط يعني. عنده نشاط إعلامي إحنا نشوفه، فاليوم من واجبه أيضا أنه يهتم بهذا الجانب، لأنه اليوم قوة الوطن بشعوبه، وبنشب على شيء شاب عليه. لازم إحنا الأطفال أن نوصل لهم رسائل توعوية، حتى إحنا هذه الفروقات الاجتماعية، الفروقات الأخلاقية، نبثها لجيل كامل مع بعضه يتقبلون الرسائل من خلال مسرح الطفل اللي هو ما حد مهتم به. فإحنا راح نعول على معالي أنه هو يهتم بهذا الجانب ويسمع هذه الرسائل. وبالتأكيد إحنا عندنا أغنية، خلونا نروح نسمعها ثم لنا العودة. من أنا؟ حياكم الله مشاهدينا الكرام مرة أخرى، تابعنا هذه الأغنية. طبعا اليوم يمكن حتى أغاني الأطفال بدينا نفقدها، خلي تحدث شوي عن هاي الأغنية، هاي شنو من إنتاجك؟ وهم هاي الأغنية هي جزء من مسرحية بيت الأصدقاء، هي مسرحية غنائية. هاي قدمت الأغنية والرقصة الفنانة لبوى عرب، تحية إلها. هاي كانت أول العام هذه المسرحية قبل كورونا. إحنا من كورونا لحد الآن ما منتجين أي شيء بسبب الجائحة. بيت الأصدقاء كانت هذه المسرحية يعني غنائية، تحتوي على أكثر من 7 أغاني. كل شخصية تغني أغنية مونولوج تعرف عن نفسها وتعرف عن طبيعة الشخصية مالتها، بالإضافة لأنه أغاني حوارية بين الشخصيات. يعني هو عمل يدعو إلى المحبة والسلام والتآخي بين الشخصيات من خلال هذه الشخصيات اللي هي الحيوانية، لكن بطريقة يعني بشر مو الماكيت الكامل. هنا أنا أكو حضور موجودين الأطفال وهذا موجودين، ها كلها أطفال موجودين يعني كاميرا ما جاء طلعهم، بس ها كلها أطفال موجودين. ها حلو، يعني هاي قاعة مقبطة. يعني إحنا هاي العرض استمرنا، إحنا عندنا كل سنة مهرجان اسمه مهرجان ربيع الأطفال، يقام سنويا في دار ثقافة الأطفال. حلو، هذا يبتدي من شهر الثاني إلى شهر الرابع. ست هبة قبل شوية قالت المدارس تودي للمول، احنا بهذا المهرجان اشتركنا ويا وزارة النقل كل سنة، ووزارة النقل قصصت لنا سيارات لنقل الطلاب. حلو، احنا نوصل مرحلة، وصلنا مرحلة انه نتوسل بالمدرسة ادارات المدارس. نعم، وسيارات مجانا تنقل الاطفال يجون يشاهدون المسرحيات، بالاضافة لانه عندنا شركات راعية.
تقدم هدية للأطفال من يطلع من المسرح وكل هذا إدارات المدارس غير متعاونة برأيك أنت أو أكيد يعني معهم. بس هو الظاهر أنه يعني هذه يعني ما بجوز هاي تهمة يعني ما أعرف بس هي الظاهر أنه ما بها مردود مالي لإدارات المدارس كسفرات فبالتالي تواصلتوا مع جهات حكومية مدارس حكومية أو مدارس احنا خاصة؟ احنا عندنا كتاب يعني كتب رسمية مخاطبات بيننا وبين وزارة التربية طيب. انه المدارس تحضر الى دار ثقافة الاطفال لمشاهدة العروض المدارس العامة او المدارس الخاصة يعني مدارس كل حكومية المدارس أو ماكو اي شيء واجهتوا نفس المشاكل كل المدارس يعني وجهنا الى مدارس باليرموك ووجهنا الى مدارس مدينة الصدر ولا الدورة ولا الكرادة كل بغداد وبالاضافه لانه احنا عندنا مراكز في المحافظات عندنا مراكز في الانبار كلهم استجابه يعني المحافظات احسن المحافظات احسن يعني من يصير نشاط عندنا من يصير نشاط عندنا يعني مثلا سويت نشاط بمدينه الشبايش ما تتخيلين يعني انا اتمنى اجيب لكم الفيديو وتشوفوا ما تتخيلين الناس الحشود اللي حضرت للعرض المسرحي صح اكيد ومدينة منكوبة بصراحة أنا أسميها مدينة الشبايش بس احكي للأطفال اللي جو حضروا للعرض يعني صراحة بارك الله بك على هذه كل الجهود اللي أنت تسويها وأكيد شكر موصول لكل زملائك اللي يقيمون على طبعاً إقامة طبعاً هذه المهرجانات وهذه المساهمات بس ممكن لهذا تأثير مثلا يقول لك أنا أخاف من الجانب مثلا مسؤولية هاي مهما يودوهم رحلات لا أنا أوصل اليوم وأسا أنا دافع عنهم شوي من خطيئة ايه. فممكن انه يقول لك انا خطيه هذا ما وديه ما اخذ من كل طالب 1000 دينار ما تكفي 1000 دينار ها احنا مجانا يعني انت اذا اقول لك سيارات مجانا الطفل ما راح يدفع اي شيء بلاش يعني بلاش بالاضافه اكو قوه حاميه أكيد. من وزاره الداخليه جاء تطلع يعني اكو عمليه اشتراكيه متكامله متكاتفه لاحضار طلاب لمشاهده عروض مسرحيه وهسه احنا جاينا ربيع الاطفال من جديد وهسه راح يطلعونا بحجه انه جائحه كورونا من خلالكم ندعو كل ادارات المدارس كل مدارس ادارات المدارس اللي موجوده ببغداد الحضور والتعاون في اقامه مهرجان ربيع الاطفال في دار ثقافه الاطفال واحنا موفرين كل المستلزمات لحمايه اطفال أكيد. طبعا انا يعني شفاني هاي اوجه رساله لوزاره التربيه يعني وأوجه لبعض من إدارات المدارس اللي هي عدم تعاونها مع مسرح الطفولة يعني اليوم أنتم يعني تهدمون الطفولة صح. يعني بدل ما أنه وزارة التربية هي عملية التربية لما ننتقل من التربية للتعليم هناك نتعلم بس هاي المرحلة كلها أنا أعتبرها مرحلة تربية المفروض من كل إدارة المدرسة المفروض هي تعرف شلون تربي هذه الأجيال. وشوية يعني يبتعدون عن التجارة. أحسنتي. الجانب اليوم أنا من أجي المؤدية. اليوم أنا من أجي وأمنع هاي الأطفال أمنحهم من إنه يشاهدون المسارح أو يحضرون بعض من المسارح الطفولة وتحت غطاء حكومي أوكي ودا أوفر لهم كل وسائل الراحة ومجانا ها. المفروض هذا الشيء مفرح لإدارة المدارس المفروض المدارس هي اللي تسارع بهذا الموضوع بالضبط. مو أنه مسرح الطفولة هم اللي يطالبون إدارة المدارس بإرسال الطلاب وإرسال الطلاب لهم هذا الشيء جدا خطأ يعني اليوم إحنا شلون نقدر نبني بلد بحيث أنه نبني طابوقة ونشوف أنه إحنا الطفولة هي منهدمة بالعراق أكو قضية أستاذ يعني أكو كان سابقا مسرح طلابي وأكو درس الفنية الذي ألغي الآن ومسرح الطلاب اختفى فاحنا نتمنى هذا المسرح يرجع ودرس الفنيه ترجع لان من خلاله طلعت هوايه مواهب صح طلعت هوايه اسماء مهمه بالوسط الفني والمشاكل تمت معالجتها بالضبط ومسرح هذا المسرح الطفل يعني الطلاب العفو يخلي عند الطفل قوة الشخصية وبناء الشخصية متينة لأن يعني راح يعزز من شخصيته ويعزز من قدراته ويخليه يكون رجل ناضج أو امرأة ناضجة بالمستقبل يعني من يوقف قدام زملاء ويؤدي شخصية معينة بالتالي هذا أنت أعطيته ثقة صح. وخليته يمشي على الطريق الصحيح بكل ثقة وبكل طبعاً. صلابة شوف هسه هي عندنا رسالتين رسالة هي الرسالة الأولى هي موجهة السيد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أنه الطفولة بالعراق ولازم نسوي لك زيارة إلى
مسرح الطفولة، اليوم هذا المسرح يعني يعاني من مشاكل كلش هواية، وبالإضافة أنه لازم وزارة التربية تعيد النظر بموضوع أنه إعادة السفرات اللي هي السفرات المدارس. اللي هي تكون السفرات المدرسية، بدل ما أنا أخذهم للمولات أفرفرهم بالمولات ومنتجية من المولات كورونا، لا يعني بس مسرح الطفل كورونا بس بالمولات يفترون يطلعون نعم. بالاماكن العامه يتجمعون بالاماكن العامه، لا هاي مو كورونا لا لان هاي بيها مصلحه عامه. مو اني ام واعرف المدارس، هذه المدارس الرحلات اللي يقومون بها هذه مدفوعه التكاليف. اوكي احنا اورنج دافعين التكاليف من بدايه السنه، حلو اليوم انه يكون اكو عطاء واحسس الطفل باهميه الوطن، احسس المؤسسات الحكوميه هيبه الدوله ارجع افرضها، هيبه هذه الاماكن تكون مفروضه، فالجانب التجاري لازم يبتعد ويرجع يحضر الجانب التربوي، ومثل ما انت ذكرت هاي مسؤوليه وزاره التربيه ومعالي السيد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. بس اكو ملاحظه قبل ان نغادر هذا الموضوع، انه احنا عندنا فرق جواله قدم مسرح جوال للمدارس، حتى هاي هم منعاني من عدها، بعض المدارس ما تقبل ندخل ولا تقبل تتعاون ويانا. طبعاً وزارة التربية احنا ان شاء الله بالحلقات القادمة راح يتم الفصح عن اسماء كل المدارس اللي لم تتعاون مع المؤسسات الحكومية، لانه الجانب التربوي هو شأننا وشأن كل مواطن عراقي. امانة انا اتمنى انه تزودنا قائمة بالاسماء اللي تمتنع انه التعاون معكم. بالتالي احنا ما مو هذا قضيتنا، احنا قضيتنا لا لا مو على مود، احنا تدري شنو مدارس على مود مسرح الطفل لكم، وان صح. اطفالكم هم اطفالنا أكيد. وبالتالي هم اطفال العراق اكيد، وباكر ذولا شباب العراق صح. اللي راح نعول عليهم بالضبط، هم يبنون البلد، هم راح يستلمون، احنا كنا ذاهبين وزائلين، بالتالي هم اللي راح يكونون صحيح. يعني خليفة بعدنا. ذولا لا ما اهتمينا بيهم، وإذا صحيح. احنا ما خلينا شوية وعي عندهم وشوية بالضبط. إدراك عندهم على الأقل من خلال هسه هل نقدر عليه احنا يعني لا كلش نخرب القضية. ناس عندهم مسؤولية نستثمرهم صح. صراحة احسن من ما يغيبون بالضبط يعني على الأقل هل شوية اللي عندنا خلي تكون يعني لا قبل والله نتمنى انه تزودنا بقائمه من اسماء المدارس، اي مدرسه تمتنع بالتعامل معاكم احنا امانه بكل صراحه نحكيها، ما لا نخاف من احد ولا هاي، بس احنا نحكيها بكل صراحه لا لان هذا الموضوع اليوم هو ياثر تاثير جدا سلبي. كبير ها وسلبي على الاجيال القادمه، انا ما اقصد انا بس هذا الجيل، انا اتحدث حتى عن الاجيال القادمه صحيح. يعني هم الاجيال القادمه هم اللي راح يبنون، هم اللي يعمرون، هم اللي راح يكونون هم اساس الدوله، فاحنا لما نبني شيء صحيح راح نستمر على هذا الشيء صحيح. لما نشوف مثلا اداره المدارس اليوم تمتنع من هذا الشيء، يعني هي تحرض الاطفال بتركهم للمدارس، وانا اتحدث عن بعض الادارات اكيد احنا صح. هاي كلامنا موجه لبعض الادارات الغير متعاونه، بالنتيجه شاشه قناه زاغروس هي حريصه على ان تكون مصداقيه نقل الحدث والحوار والتعايش. خلينا نتحدث ايضا عن دور دائره السينما والمسرح. سابقا بالسنوات السابقه كان اكو مسرح للطفل، هل غيب هذا القسم او الغي او ما زال موجود لكن غير مفعل؟ يعني بدايه بما انه انا غير يعني مو موظف في هذا الدائره فما من طيب. حقي اتكلم عن هذه الدائره بصراحه، لكن احنا بدنا نشوف لكن هم عندهم نشاطات تخص الطفوله قد تكون يعني ما مسلط عليها الاضواء، او قد تكون يعني او مدى يعملون بها لا هم دا يعملون اكو نشاطات نشاط. يعني اكو نشاطات الهاي بس مو مثل السابق يعني السابق كان مثلا الفنانه الدكتوره اقبال نعيم كانت تقدم، الدكتوره عواطف كانت تقدم، كثير من الاسماء يعني الدكتور حسين علي هارف يقدم كان بالتعاون مع السينما ومسرح، بس الان يعني قل الانتاج، يعني لا تريد تحسبها مثلا بالعدد يمكن بالسنه ده يطلع واحد عمل واحد، يعني عمل واحد بالسنه للطفوله قليل مقارنه ببقيه الاعمال، يعني اذا احنا ننتج 10 اعمال مسرحيه او عملين سينمائيين للكبار المفروض نفس العدد هو مخصص للاطفال صح، يعني احنا لازم نوفر الوفرة المالية حتى نقدر نمشي، يعني الناس هم انا ما اعرف ظروفهم بالسينما ومسرح صح،
بس هم حالهم من حال بقية الدوائر ترى، يعني يعانون من قلة المردود المالي. طبعا الأستاذ شاب أحمد، طبعا شكرا جزيلا لك. طبعا أتمنى أنه الوقت يكون أكثر على المتحدث في هواي موضوعات، يعني خصوصا يمكن موضوع الأفلام السينمائية، وحتى هذا ما تحدثنا به، إن شاء الله بالحلقات المقبلة أنه نتحدث بهذا الموضوع. شكرا لك وشكرا لكل المعلومات اللي قدمتها، ونتمنى أنه هذه الرسالة توصل لكل شخص يسمعنا، ونتمنى أنه من الحكومة العراقية أنه تنظر بهذه الطلب وتسوي لها زيارة بسيطة للسينما أو مسرح الطفل يا هبة. نعم طبعا بالتأكيد، شكرا لك أستاذ شهاب، نتمنى لك مزيد من الموفقية والإبداع، وأنه أنت تحصل على الفرصة المناسبة حتى تقدر تقدم أعمالك اللي تشوفها مناسبة بمسرح الطفل. شكرا لكم، شكرا لكل متابعيكم، شكرا لزاكروس، وأتمنى القادم أفضل إن شاء الله للطفولة العراقية وللشعب العراقي. شكرا العراق. طبعا بالتأكيد مستمرين لتكملة باقي الفقرات. المواضيع هي بالحياة كثيرة، بعض الأشخاص يمتلكون جراءة التدخل في خصوصيات الآخرين وبحياتهم الشخصية. طبعا أكيد أحد زملائي أجرى استطلاع حول هذا الموضوع. إلى هناك.